سمعتو فيه، انا راه ما نسمحش فيه، ما عمري نسمح فيه، عمري ما نسمح في الخدمة. وش حد نبغيك؟ اليوم نتواجد بمنزل سفيان. اليوم يعاني وما كاينش، داروا لنا الوالدين ديالو نداءات ولكن ما لبت حتى شي واحد. شفنا الناس جاوا تصوروا ومشاو بحالهم، مشى سفيان لسبيطار الغابه، ما كانتش العنايه الكامله. الحمد لله الوالدين ديالو داروا جهدهم ووصلوه لافيسان، وحاليا كيلقى شويه ديال العنايه. حنا كأخبار الفجر المغربية والفجر سبور كنناشدو مشجعين خاصة ديالنا ديال القنيطري باش يلتفتوا لسفيان اللي كان كيزرع فينا حنا الفرحة. خصنا نرجعوا ليه هذه البهجة ولو قسط صغير من داكشي اللي كان كيوفر لنا، لأن ملي كان كيتحرك سفيان كنا كنتحركوا معاه حنا اللي في العمر ديال الآباء ديالو الأجداد ديالو. دابا سفيان يعاني، فينكم؟ نتمنى اننا نتحركوا ونشوفوا من حال هذا المشجع الصغير نموذج المشجع الوافي اللي دائما متواجد مع الكاك، ولكن الكاك اليوم فينا هي. سفيان مرحبا بك ولدي، اشنو عندك يا ولدي؟ باش كتحس؟ كنت شفت حتى انا مصران الزايده، كان طرطقات لي في كرشي في السبيطار الغابه. الطبيب جا شي 8 وانا من 10 الصباح وانا في السبيطار. العشرة الصباح وانا في السبيطار، صافي شو قال لي؟ وقع درت العملية وما كان خصهم يديروا لي هنا يتلاش الغرزات وما شرقوا من كرشي. ها دابا بخير، ملي كنمشي الرباط كعصروا لي هادشي وكيخرجوا لي القيح، كانوا مخلوا لي القيح حتى طلع لي صدري الماكرة، ودابا جامع لي في قلبي وصدري في الريه. انا دابا تنطالب بالحق. سفيان انت من المشجعين ديال نادي القنيطري، باقي متبع دابا الكاكا حاليا واخا انت مريض؟ تنتبعهم في التليفون. فين واصل الكاك دابا؟ شنو الماتش الاخر خسرناه مع الوداد فاس البارح، اكيد هادشي كيزيد يألمك سفيان. شنا في واحد الصوره ان الرئيس ديال نادي القنيطري مشكورا انه جا وزارك، جاب لي الورد التوني صار من تما ما رجع عندي. دابا لا بغا يجي يشوفني يجي، مبغاش يجي راه هو حر. وشنو كتطلب سفيان من المشجعين ديال بصح ديال نادي القنيطري؟ كنطلبوا من حلال بويز انهم التذاكر يدوزوهم ليا باش تمشي تعالج بهم ان شاء الله. باش نتعالج، راه ما نسافر بهم ما ندير بهم والو، راه ما ناكل بهم حتى حاجه، غنخليهم على طبعي باش نرجع صحتي. إذن هذا نداء بسيط من طفل سفيان للمشجعين ديال نادي القنيطري، نلتفوا على هذا الطفل هذا نعاونوه، وحنا كأخبار الفجر المغربية حنا نكونوا الأولين، حنا فاتحين الباب اللي بغى يساهم نتعاونوا مع سفيان مرحبا به، يتصل بنا أولا كما قال سفيان وبوجه نداء الاخوان ديال حلال بوز. فبدوري انا كنرسل النداء كما رسلته عبر فيسبوك لسي حسن تمساح انه ينسق مع الوالدين ديالو ونديروا شي صندوق اللي ندخلوا به سفيان يتعالج ويرجع لنا اجراء البهجه كما ذكرت في المدرجات. انا وبوت سفيان المشجع الصغير ديال الكاك اللي هو مشهور معروف تقريبا في المغرب كامل، كاع الفرق تتعرفو وكاع الجمهور تيعرفو. دابا ولدي مريض بالسكر ودابا راه في حالة يرثى لها، دينا المستشفى الإدريسي، السيد عندو المصرانة الزايدة، هما تي عارفينو مريض السكر تيقادو على السكر تيقولو كديوه، حتى تفرقعتلو المصرانة الزايدة دارلو على صدرو كامل داك الوسخ كامل، داروا له العملية بحال اليوم. إلا غدا صبح الدري ما هو في حالة صعيبة دخلوه الإنعاش، ملي دخل الإنعاش حنا دخلنا، كاين اللي تيقول لك اللي دخل الإنعاش عمره ما يخرج،
وحنا ديك الساعه راه الحاله ديالنا راه ربي اللي احس بها. ملي خرج من الانعاش قال لي بابا راه فرملي، قال لي ودي راه ولدك راه جا عنده الرئيس ديال الكاك هو وجوج الناس انا ما عرفتهمش. هاي هاد الناس ما قلبوا عليه، ما داوها فيه، بقى ولدي ملوح في السبيطار لا من يديها فيه. في الاخر خرجوا لي ولدي، جبتو للدار ولا في واحد الحاله راه اللي شافوه تقلع. وتصور ان الجائحه والطاكسيات ما كاينش في الليل، وتنمشي ندق على الناس وتنطلبهم باش يهزوا لي ولدي ونديه يديروا له غير الاكسجين وتنجيبو. كاين الليله نمشي ثلاثه المرات، وانا تنشكر الناس اللي وقفوا معنا وتيمشيو ومساكن وينوضوا معنا في هذا الليل ويديروا. في الاخر هزيت ولدي ديتو للسويسي، السويسي الله يكثر خير دوك الناس شدوا مني ولدي وقفوا معاه، تيلقاو الصدر ديالو كله عامر شحال تقريبا راه 15 يوم هو عندهم، وانا امو غادي في المصاريف يوميا في التران غادي جايين حتى ولينا ما تصورش. انا بعد المرات تنبقى مع ولدي ومرتي تتبات معاه تنبقى حتى العشيه، ما حيرتي لولدي ما حيرتي فين باش نوصل لقنيطره ولا فين غادي نبات. تنوصل تلقى خوتو باقين صغار كلشي تيتسناو، وهذا الولد هذا راه تكرفص راه تكرفص وعار على هاد الناس اللي هو كان تيشجعهم وتيوقف معاهم وديما معاهم. انا ولدي كان بعض المرات والله ما تيعلمني، تيمشي مع الكاك ها هو في حسيمه ها هو في اكادير وانا ما سيق اخبار، تنبت ونتشوه حتى تيقولوا للناس راه مشى معاهم. هذه هي النتيجه، هذه هي النتيجه اللي وصل ليها هاد الدري هادي. عار عليكم هاد الناس، فكروا فيه، شوفوا من حالته، عاونونا عليه. انا ما تنطلبش فلوس، تنطلب بان ولدي غير ترجع له صحته، هادشي اللي تنطلب منكم. ساعدوه وقفوا معاه جريوا معاه باش تسماو راه نتوما هاد السيد راه ما فرطتوش فيه. دابا راه حاليا ما هو رئيس جا عنده، ما هو لعابه جاو عنده، ما هما الناس اللي هذا. الا اليوم عاد غوت لي واحد السيد من كاك وقال لي كيداير ولدك، وقلت له ولدي راه باقي الحاله هي الحاله، وغدا رانا غادي به الرباط. واش هاد الناس كاع ما فكروا ما تيشوفوش في الناس اللي دايما معاهم؟ واش الدري عنده 14 عام عباد الله ويضل دالع مع الكاك وتيشجع على ولدي؟ شكون اللي وصلوا لهذ الحاله هادي؟ غنغاو ديالو راه الناس كلها تتعرف، غنغاو ديالو هو اللي خرج له على مصرانته وهذا وتفرقعات له. ها بالغوت نهار كامل هو ملي تيدخل التيران. انا بعض المرات راه تنشوف فيديوهات تنتقلع بانه راه غيتلاح من الفوق، غيتلاح غيجي للارض. والله يجازيكم بخير، غزوروه غشوفوه بعدا غشوفوه. الله يجازيكم بخير، هادشي اللي تنطلب منكم. انا راه ما عندي غامصه بغي يصح ليا ولدي، هادشي اللي تنطلب انا. شفنا واحد الصوره في الموقع الرسمي ديال النادي القنيطري ان الرئيس دار واحد الزياره لسفيان، واش كانت شي مساهمه او شي التفات في هذيك؟ ما جا شاف سفيان في الانعاش من تما، ما شنا هو لا التفات لا حتى حاجه ولا اي واحد جا عندنا ولا هاد. انا تنقولها وتنعاودها وهانتوما قدام العالي والهذا، لان راه ما كاينش ولدي اللي فكر فيه ولا جا شاف. سفيان دار واحد النداء لحلال ابو الزن، انت لمن تبغي دير النداء؟ انا تنبغي ندير النداء الرئيس واللعابه والمكتب المسير كلهم يفكروا ويشوفوا في هذه الحاله هذه. واخا سمحتوا فيا انا راه ما نسمحش فيه، ما عمري نسمح فيها، عمري ما نسمح في الخدر. كل يوم نسمح غني لي شويه ما نسمح فيك، ما نغيب عليك قدر ربي ما نخليك، وش حد نبغيك. زيدكم